بالنسبة لمشاركة المجلس الجالية في الدورة 27 معرض دولي للكتاب، يعني كان الأساس هو بطبيعة الحال على غير عن السنوات الماضية، ولكن هذه الظرفية خاصة لأن أتى بعد سنتين من الانقطاع نتيجة الكوفيد، فأردنا أن نتوجه إلى الجالية المغرب يعني بخطابات تكون قوية تصل إليهم. إذا خصصنا النقاش هذه السنة لأفريقيا بعيون جاليتها، استدعينا مجموعة من المثقفين من الكتاب الجاليات الإفريقية والجاليات المغربية بطبيعة الحال، نتحدث عن أفريقيا لأن التحديات التي نواجهها مثلا في دول الإقامة تحديات واحدة، تحدي العنصرية، تحدي الإسلاموفوبيا، تحدي التهميش، تحدي الإقصاء، فنريد أن نبلور تصور يعني يجمعنا جميعا يعني الهجرة الإفريقية لمواجهة هذه التحديات، ولكن الأهم كيف نبلور أيضا تصورات من أجل المساهمة في نهوض أفريقيا، في تنمية أفريقيا، لأن أفريقيا لا يمكن أن تنمى إلا بسواعد أبنائها. فالجاليات الإفريقية تتوفر على خزان من كفاءات ذات التكوين العالي في مختلف يعني التخصصات، فنريد هذه الكفاءات أن تساهم في تنمية هذه القارة يعني التي ننتمي إليها والتي هي تزخر بإمكانيات كبيرة نسير بها إن شاء الله إلى بر الأمان في المستقبل. المساهمة ديالنا اليوم إلى جانب بيت المال القدس حول قضية فلسطين وقضية القدس في خطابة جلالة الملك بطبيعة الحال أتى بعد الاتفاق الثلاثي من أن نبين للعالم، للمغاربة العالم أيضا، أن المغرب موقفه من القدس مواقف ثابتة، مواقف مبدئية، لأننا استخرجنا مؤشرات من خطابات الملكية من 1999 إلى غاية توقيع اتفاق الثلاثي، مؤشرات تدل على أن قضية القدس قضية محورية مركزية مبدئية في فكر جلالة الملك، ذكر فلسطين 400 وزيادة مثلا في الخطابات ديالو، ذكر القدس 377 مرة، ذكر القدس أمام 19 رئيس دولة، ذكر القدس انطلاقا من 30 عاصمة دولية، ذكر القدس في 17 خطاب من خطابات العرش، يعني شيء كبير جدا، ذكرها أيضا من 8 الدول من 8 المدن المغربية، إذن هذا مهم. كل هذا يدل على أن صاحب الجلالة موقفه من القدس لم يتغير، هو موقف ثابت ومبدئي. إذا إن شاء الله هذه الشراكة مع بيت مال القدس ستكون أن المعرض ينطلق من الرباط وينتقل إلى القدس لتعريف المقدسيين بالموقف المغربي الثابت، ومنها ينطلق إلى العالم لتعريف مغاربة العالم، ولكن لتعريف العالم أجمع بالموقف الثابت المبدئي لجلالة الملك من قضية فلسطين وقضية القدس.